لان اليوم عندنا حصه اعرابيه، غادي تكون اول حصه في الاعراب. اذا بعد ما تقريبا كملنا السنه الدراسيه في اللغه العربيه، خاصه بالنسبه للسنه الخامسه ابتدائي، اذا ما تبقى من هذه السنه سنخصصه للاعراب ولبطبيعه الحال التقويمات والفروض والامتحانات. اذا اليوم عندنا الحصه الاولى في الاعراب اللي غادي نخصوها وغادي نتكلموا فيها على الاعراب ديال الجمل الفعليه. اذا داك الدروس كامله اللي شفنا في خلال السنه غادي نحاولوا ندرجوا فيها حصص اعرابي، وغادي نعربوا بطريقه مختلفه على الطرق اللي كنعرفوا في الاعراب. اذا غادي نعربوا اليوم جوج جمل، وغادي نعربوهم بطريقه مختلفه، غادي نحاولوا نضبطوا المفاهيم اكثر. إذا نبدأ بالجملة الأولى. إعراب الجملة: يؤلمني غضبه السريع. يؤلمني غضبه السريع. إذا هذه الجملة بطبيعة الحال كتكون من كلمات، والكلمة حنا قسمناها في اللغة العربية كتقسم ثلاثة ديال الأقسام أو الأربعة، حنا غنتكلموا اليوم غير على ثلاثة اللي هي الحرف والاسم والفعل. اذا هذا الشيء دابا هذه الجمله هذه الا بغينا نعربوها خصنا نقسموها المفردات وعباره عن كلمات. اذا هنايا الا لاحظنا مزيان عندنا يؤلم، ثم عندنا واحد النون، وعندنا الياء، وعندنا غضب، وعندنا الهاء، وعندنا السريع. هذه هي الكلمات اللي كتكون منها هذه الجمله اللي غادي نعربوها. اذا حنا غادي ندرجوها في الجدول. إذن غادي ندرجوها في الجدول. عندنا يؤلم، شنو الحركة ديالها؟ الضمة. إذن العلامة تاعها هي الضمة. بالنسبة لشنو جا من بعدها؟ جات نون. شنو الحركة تاعها؟ الكسرة. نعم. ثم في الأخير عندي الياء. شنو حركتها؟ ساكن. ساكن. إذن ثم عندنا غضب. غضب غضب غضب. وعندنا هو، العلامة تاع الإعرابية هي الضم. وعندنا السريع. السريع. إذن دابا هنايا فاش كنجيو نديرو الإعراب، أول حاجة خصنا نعرفو كل كلمة شنو هي، شنو النوع تاعها، ثم خصنا نعرفوا المعنى نتاعها الاعرابي، ثم حالتها الاعرابيه، ثم محلها من الاعراب، ثم علامتها الاعراب، واش هي عندها علامه الاعراب ولا علامه البناء، وبعض الاحيان كيكون شي تعليل. هذا الشيء غادي نفهموه تباعا، ولكن دابا اليوم غادي نتكلموا فقط على نوع الكلمه. قبل ما نبداو نعربوا غادي نرجعوا لواحد الخريطه ذهنيه لنتذكر انواع الكلمه. فالكلمة في اللغة العربية كتنقسم كما قلنا لثلاثة ديال الأقسام، أربعة هما. كاين واحد النوع الثالث اللي هو اسم الفعل، حنا ما غاديش نتطرقوا ليه، من بعد يقدر نرجعوا ليه. دابا عندنا أنواع الكلمة، كاين عندنا الاسم، وكاين عندنا الفعل، وكاين عندنا الحرف. الاسم، الاسم كيمكن نلقاوه على شكل اسم ظاهر، مثلا زيدون، كتابون، حصانون إلى آخره. وكيمكن نلقاوه ضمير، احنا كنقولوا له ضمير، ولكن هو في الواقع اسم ضمير. فاش كنقولوا مثلا والتاء المتحركه ضمير، هي راه اسم ضمير، احنا كنختصروا وكنقولوا ضمير. والضمير كيمكن يكون متصل، وكيمكن يكون منفصل، وكيمكن يكون مستتر. اذا الضمير المتصل والمنفصل والمستتر. دونك بالنسبه للضمير المتصل، مثلا عندي الهاء ولا التاء والهاء بجوجهم، الكاف، اذا هذا يسمى ضمير متصل. لماذا متصل؟ التاء بالنسبه لشريبته لانه اتصل بالفعل، يعني مربوط. المنفصل يعني منفصل على الفعل، مثلا هو، هي، الى اخره. بالنسبه للضمير المستتر كيكون غير تقدير، كيكون تقديره هو، تقديره هي، تقديره انت، تقديره هم الى اخره. اذا هذا بالنسبه للانواع ديال الاسم. كاين عندنا الفعل،
حنا ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل، من بعد غادي نرجعوا في حصص قادمه وندخلوا في التفاصيل. بالنسبه للفعل، الفعل عنده ثلاثه ديال الازمنه، كاين الماضي كاين المضارع وكاين الامر. مثلا الماضي ذكر، المضارع يذكر، والامر اذكر. اذا هادو ثلاثه ديال الازمنه. من بعد غادي نشوفوا عاوتاني في الفعل شنو كاين اخر. الحرف، الحرف عندنا علامات ديال الحرف، لا يدل على معنى من لفظه وحده فلا بد من كلام يندرج فيه. اذا الحرف فاش كتحطو بوحدو ما كيعطيك حتى معنى، ديما الحرف خصو باش يعطيك شي معنى كيكون مع الفعل ولا يكون مع الاسم، اما بوحدو ما كيعني حتى حاجه. اذا منفرد ما عنده حتى معنى. والحروف عندنا انواع، كاين عندنا حروف الجر مثلا عن من. اذا فاش كتقول عن ما كتعني حتى حاجه، ولكن فاش كتحطها مع واحد الكلمه وكتعطيك جر ومجرور تما كتعطي واحد المعنى. اذا هذه حروف الجر. كاين عندنا الحروف الجازمه مثلا لام، لما، ان، ادما، لام الامر، لان هي هذه عاوتاني حروف جازمه. وكاين عندنا الحروف الناصبه، وكاين حروف بزاف، حنا فقط طرقنا لهاد المجموعه. اذا الحروف الناصبه المضارع مثلا لن، اذا كيس بقينا شفناها في الدروس. اذا علاش حنا خدينا هاد الخريطه وجينا علاش ذكرنا بها؟ باش نجيو هنايا ونحددوا يؤلم واش هو اسم ولا فعل ولا حرف. فعل طبيعه الحال، فعل. النون حرف، ليس حرف، ضمير. هنا دابا نرجعو للخريطة. إذا هنايا ضمير، علاش؟ لأن ضمير متصل، ليس ضمير متصل، ويعتبر اسم ضمير، ولكن حنا كنقولو ضمير. إذا ضمير متصل. الياء كذلك ضمير متصل، ليس حرف، ضمير. علاش قلت لك انا من البدايه هاد النهار غادي نثبتوا المفاهيم؟ شحال بعض المعلومات كتكون غالطه. غضب اسم، هو ضمير متصل. اذا فاش غادي نجيو نعربوا في النهايه دابا هاد الجدول من خلاله غادي نعاودوا نديروا الاعراب، غادي يجي داك الساعه الاعراب سهل. السريع اسم. اذا دابا هاد اليوم تكلمنا على نوع الكلم، دابا غنملؤوا الجدول، ولكن حصه اخرى فاش غادي نعاودوا نديروا حصه ثانيه في الاعراب غادي نتكلموا على ماذا نعني بمعناها الاعرابي. واخا حنا غنديروا غنجاوبوا دابا على الجدول. اذا دابا مثلا هاد الفعل، هذا الفعل المعنى الاعرابي ديالو فاش حنا حددنا النوع نتاعو، دابا بقى لنا شنو هو؟ واش هو فعل مضارع ولا امر ولا ماضي؟ ولا ماضي، هذا هو المعنى الاعرابي نتاع الفعل. اذا هذا الفعل كي داير؟ فعل مضارع، فعل مضارع. النون، هذه النون هذه تسمى نون الوقايه، هذا هو المعنى الاعرابي نتاعها، نون الوقايه. الياء مفعول به، مفعول به، اذا هي ضمير متصل مفعول به، دونك المعنى الاعرابي نتاعها هو انها مفعول به. غضب، غضب فاعل، غير هو فاعل، الرتبه ديالو تاخر في الرتبه، حتى الرتبه راه دابا مازال غادي نزيدوها هنا. اذا هو فاعل، فاعل. هو مضاف، مضاف اليه. السريع نعس، اذا هذا هو المعنى الاعرابي. اذا كل كلمه فاش كنجيو نعربو خصنا نعرفو المعنى الاعرابي نتاعها. الحاله نتاعها، الحاله نتاعها باش كنحددو الحاله نتاعها، الحاله نتاعها غادي نشوفو عاوتاني واحد في حصص، في حصه اخرى غنشوفو شنو هي الحاله ديال الكلمه. الحاله ديال الكلمه اما كتكون معربه ولا مبنيه. داكشي فاش كنجيو نعربو مره كنقولو مرفوع مره كنقولو مبني. إذا شنو هو الفرق بين المبني والمعرب؟ يؤلم، يؤلم كيمكن تبدل الحركة نتاعها، إلا دخلنا عليها حرف النص غتعطينا يؤلم. إذا هنا شنو كنقولوا على هذه؟ كنقولوا عليها معربة. إذا هاد الحالة نتاعها معربة. النون مبنية، مبنية
نعم مبنيه. علاش مبنيه؟ لان دائما كتبقى بديك بديك ديما كتبقى كتبقى هي هي لا تتغير. الياء ضمير متصل مبني. اذا جميع الضمائر مبنيه. غضب معرب ولا مبنيه معربه. دونك حنا بدينا ب الهاء. الهاء مبنيه. سريع معرب. اذا هنايا دابا نشوفوا المحل. محل نتاعها الحاله نتاعها معربه. اذا ديك الشيء اللي معرب شنو كنقولوا عليه؟ كنقولوا عليه مرفوع منصوب مجرور مجزوم. هادو هما اربعه الحالات. دابا هادي باش نحدد انا الاخر تاعها شنو نشوف؟ الحركه نتاعها. الحركه نتاعها بضمه. اذا شنو نقول؟ مرفوع. هادي ما عنديش محل غادي نخليها. هادي كذلك هنا عندي الياء. الياء شنو عندي فيها؟ عندي شنو كنقول في محلي؟ مفعول به. في محلي نصبين. في محلي نصبين لان ما غاديش نقول الياء منصوبه. شنو كنقول؟ في محلي نصبين. غضب اذا مرفوع حيث هو فاعل. مرفوع حيث فاعل. الهاء في محلي جر. علاش في محلي جر؟ لان مضاف اليه. مضاف اليه. ما غاديش نقول مجرور. علاش؟ لانه مبني. سريع مرفوع لانه نعت تابع للمنعوت في اعرابه. دابا العلامه ديال الاعراب. العلامه ديال الاعراب هذيك فاش كنقولوا فعل مضارع مرفوع وعلامه وعلامه شنو نقولوا هنا؟ وعلامه رفعه الضم الضعيف. اذا العلامه نتاعو هي الضم. اذا هنا العلامه هي علامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة الظاهرة. هذا واش غنقولوا علامة رفعه؟ غنقولوا علامة بنائه. لأن هذا ماشي معرب باش نقولوا. إذا شنو هي علامة البناء ديالو؟ الكسرة. علامة بنائه الكسرة. الظاهرة. الياء علامة بنائها سكون. سكون. إذن علامة بنائها سكون الظاهر. غضب علامة حيث معرب. إذن علامة رفعه. علامة رفعه الضمة الظاهر. هو نقص ندير على الجهه حيت هنا حيت علامه اعراب ماشي علامه بناء. علامه رفعه الضمه الظاهره. الهاء مبني على الضم. علامه بنائه الضمه لان الحركه اللي عندها هي الضم. سريع علامة رفعه الضمة الظاهرة. علامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة الظاهرة. إذا هنا بالنسبة للتعليل ما عندناش شي حاجة. ما عندناش ما نقولوا يعني شنو هو التعليل مثلا وقتاش كنحتاجوا التعليل؟ مثلا فاش كيكون عندنا فاش كنكون عندنا مثلا جمع مذكر سالم كنقولوا لأنه جمع مذكر سالم. لانه كذا. هنا كنديروا شي تعليل. هنايا ما عندناش شي حاجه اللي نعلو. دابا غادي نمشيو نصيغوا الاعراب ديالنا من الجدول. اذا دابا عاد غادي نعرب. دابا من خلال هادي بغيت نعرب انا يؤلم. اذا يؤلم فعل مضارع مرفوع. اذا هنا فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. اذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لا ما كاينش ألف الظاهرة على آخره. إذن
النون نون ضمير متصل متصل في محل. إذن هنا غنقولوا نون الوقاية. دونك كنسبقوا من نون الوقاية ضمير متصل. نون الوقاية ضمير متصل كي داير؟ مبني مبني هنايا ماشي معرب. مبني مبني على الكسرة. مبني على الكسر ولا مبني وعلامة بنائه الكسر الظاهر وبنائه الكسرة الظاهر. ثم شنو عندنا؟ عندنا الياء ياء وياء المتكلم ضمير متصل ضمير متصل شنو في محل نصب. ما غاديش نقول مرفوع لان كاين دابا اللي كنقول مرفوع وكاين اللي في محل. علاش قلنا في محل؟ لانه هو ضمير ما بيناش الحركه نتاعو. اذا داكشي علاش كنقولوا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به. غضب فاعل مؤخر. نعم غضب فاعل مؤخر كي داير؟ مرفوع. نعم مرفوع. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. وهو مضاف. هنا كيمكن نزيد واحد العمود كنديرو ملاحظات بأن مضاف وهو مضاف. والهاء دابا الهاء شنو نقولوا على الهاء؟ ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. ولا بغينا نقولوا ضمير متصل في محل جر مضاف إليه مبني وعلامة بنائه الفتحة الضمة. نقدر نزيد تهد العلامة غير حنا دابا فاش كنختصروا في الاعراب كننقصوا بعض الامور. الاعراب ما كنديروش كامل. اذا شنو غادي نقولوا؟ الهاء ضمير متصل في ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. في محل جر مضاف اليه مبني وعلامه بنائه الضمة الظاهرة على آخره. شنو بقات لينا؟ السريع شنو عندنا؟ نعت تتابع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الضمة الظاهرة على آخره. نعم الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا الإعراب. هادشي اللي درناه هنا غادي نحاولو نطبقوه دابا وغادي نحاولو غادي يبان. دونك هنايا شنو عندنا؟ حافظوا نقسمو الكلام حافظوا. إذن عندي هنا الضمة عندي الواو عندي الألف. هادي حتى هاد الألف راه غادي نهضرو عليها. هاد الألف حتى هي راه غنهضرو عليها. على مضافة مدينة. دوك نملأو دابا الجدول. شنو عندي؟ عندي حافظ والواو عندي الواو هي واو جماعة. عندنا الألف وعلى مضافة المدينة. هنا عندي الكسرة هنا الكسرة هنا علام حيت هنا السكون باش ما كيبان ليا ولو كنعرف بأن هنا ساكن. هذا كذلك ساكن هذا ساكن هذا مبني على السكون وهذا مرفوع. دابا نحددوا لكل كلمة نوعها. إذن هذا حافظ فعل ضمير متصل واو الجمع. إذا بغينا نزيدو هنا واو الجمع ضمير متصل ضمير متصل على حرف نظافة اسم مدينتي اسم. إذن غننتقلوا دابا للمعنى الإعرابي. حافظ
حافظ حافظ هذه إيه حافظ هذه حافظ انا ماشي حافظ حافظ حافظ. اذا هنايا الحركه اللي ظهرت هي الضمه. اذا هنا شنو غادي نقولوا؟ هو فعل امر. اذا امر فعل امر حالته الاعرابيه مبني. اذا مادام مبني اذا غنهضروا على علامه البناء، ما نهضروش على علامه الاعراب. اذا شنو نقولوا؟ علامه بنائه حذف النون. نعم، حالة علامه بنائه حذف النون. علاش؟ هنا غنجيبوا التعليل. هنا دابا كنحتاجوا التعليل. علاش قلنا حذف النون؟ لان المضارع نتاعو من الافعال الخمسه. مضارعه من الافعال الخمسه. الواو هذه هي واو الجماعه. مزيان، حنا شنو كنا كيحسبنا قبل؟ بان الواو والالف كلها واو الجماعه. دابا غادي نوضحوا بان راه ماشي كلها. اذا هنا الواو ضمير متصل، واو الجماعه فاعل، واو الجماعه فاعل فاعل مبني. علاش مبني؟ لانه ضمير. نعم. مبني في مبني. في محلي ولا ماشي في محلي؟ في محلي رفعين فاعل. في محلي رفعين. علامه العلامه البناء. البناء. اذا شنو نقولوا؟ علامه بنائه السكون. علامه بنائه السكون. اذا هنايا ما كاينش تعديل. اذا غننتقلوا للالف. هذيك الالف ديالاش؟ الف هذيك الالف هي الف التفريق. علاش الف التفريق كتسمى؟ لان علاش؟ لان عندنا الفعل المعتل مثلا. الفعل المعتل كي ناقص، المعتل الناقص. مثلا غنعطيو مثال يدعو، باش ما تخلطناش يدعو اللي كتسالى بالواو مع واو الجماعه. واو الجماعه زدنا لهذاك الالف فقط. هذا هو الفرق، ولهذا للتفريق فقط. اذا هي هذا الحرف للتفريق. اذا مبني وهو علامه بنائه السكون. السكون حلوة. نعم السكون. اذا يفرق التعليل، يفرق بين واو الجماعه وواو الناقص، يعني الفعل الناقص. على حرف. اذا حرف ايش؟ حرف جر. اذا لا، المعنى نتاعها الاعرابي للجر. اذا مبني ولا معرب؟ مبني. مبني مبني على ايش؟ مبني على السكون. اذا غنقولوا علامه بنائه السكون. حنا كنقولوا غير حرف جر وندوزو، ولكن دابا لا، دابا نقدر نقولوا على حرف جر مبني وعلامه بنائه السكون. هذا هو الاعراب الكامل. غنمشيو دابا على نظافه اسم مجرور. مبني ولا معرب؟ معرب. علاش؟ لان الحركه نتاعو بين ويتغير في اللغه العربيه. اذا هنا معرب. اذا شنو غادي نقولوا؟ علامه اعرابه علامة جره الكسر الظاهر. نعم، الكسرة الظاهرة. على نظافة المدينة. إذا هنا غادي يكون عندنا وهو مضاف. باش نجيو نعربو غنقولو وهو مضاف. إذا المدينة شنو؟ اسم مضاف إليه. معرب أو مبني؟ معرب. علامة جره. علامة جر الكسر الظاهرة. كسرة الظاهرة. دابا غادي نصيغوا الإعراب ديالنا شفويا بلا ما نكتبوا انطلاقا. إذا حافظ حافظوا فعل فعل أمر مبني وعلامة بنائه حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. الواو ضمير واو الجماعة متصل في محل رفع فاعل مبني وعلامة بنائه السكون.
هاد الالف، هاد الالف حنا كندوزوها، ولكن دابا غادي نحاولوا نذكروها. الالف ضمير متصل للتفريق، مبني على السكون، مبنية نعم على بنائها السكون. لا بغينا نزيدوا بين قوسين للتفريق بين واو الجماعه وواو الفعل الناقص، على حرف جر مبني وعلامه بنائه السكون. نظافتي اسم مجرور وعلامه جره الكسره وهو مضاف. المدينه اسم مضاف اليه على و دونك شنو درنا نسينا هنايا، نسينا هنا مجرور، نسينا هنا مجرور حيت ماشي في محلي. اذا هنا اذا اسم، اذا المدينه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره. اذا هكذا، اذا موعدنا مع حصه اخرى حيث سنتحدث عن المعنى الاعرابي. غادي نوضحوا هذا المعنى الاعرابي جيدا، وبعد ذلك ننتقلوا نوضحوا هذه الحاله ثم محلها. دابا هادو مازال ما واضحينش، اللي واضح لنا اليوم هو نوع. اذا دائما فاش كنجيو نعربوا كنحددوا الانواع المفردات اللي عندنا في الجمله عاد ندوزوا باش نعربوا. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه الاعرابيه الاولى.